السلام عليكم، معكم الفارس. إن شاء الله تصبح بخير وعافية. اليوم بيكون الأسرار ما تعرفها في مباريات كبيرة. بس قبل ما نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك، ويلا نبدأ. كلنا نعرف أن مباريات كبيرة هي عبارة عن تحديات تجيبها كلاش، وأنت عليك تنفذ التحديات علشان تأخذ الجوائز. لكن الشيء الذي ما تعرفه أنه لما تجمع 4000 نقطة تقدر تحصل على جائزة إضافية بجانب الجوائز التي بتختارها أنت، ويحق لك تختار أي جائزة من أي عمود. ثاني شيء معانا هو عندما تبدأ مباراة قبيلة في أي قبيلة، وبعدين تحتاج ترجع على قبيلتك، تقدر ترجع فقط اللهم كل الذي عليك أنك تعمل تحدي واحد وترجع على قبيلتك، تقدر تستلم حتى جوائز لما تنتهي المباريات. ثالث سر معنا اليوم هو عندما يكون في قبيلتك فقط 13 إلى 15 لاعب، تقدر أنك تجمع مباريات قبيلة بكل سهولة، لأن مباريات قبيلة هي 50000 نقطة. وإذا كان في 13 لاعب في قبيلتك يجمعون من 4000، هذا يعني أن معك 52000 نقطة، هو فوق النقاط الذي تريدها القبيلة لفتح كل الجوائز. ورابع شيء معنا هو جوائز كلاش. طبعا كلنا نعرف ان جوائز كلاش بتكون في اخر المباريات، تقدر تستلمها بالكامل. اما اذا ما اخذتها وجلست 7 ايام ما انت اخذ ولا شيء من الجوائز، كلاش كلانس بتعطيك بدل الجوائز 50 جوهرة. طبعا على كل عمود تفتحها بتعطيك كلاش كلانس 50 جوهرة، فاذا فتحتم الخمسة تقدر تحصل على 250 جوهرة. وبس هذا كان فيديو اليوم، لا تنسون اللايك والاشتراك. احبكم جميعا وما سلامه.